كتحس براسك ديما عيان ومريض بالاكتئاب والتوتر والقلق وشحال من حاجه. كتمشي كتقلب في يوتيوب على شنو الحل وكتنسى باللي راه الحل في يديك انت. بكل بساطه هادشي كامل اللي ذكرت قبل السبب ديالو هو العاده السريه. راه غير سميتها اللي كتبين باللي راه شي حاجه اللي سريه، ولكن صراحه حتى حاجه ما سريه في هاد العالم. داكشي علاش خصك تقول عليها العاده السلبيه. ملاحظه، احسن حاجه تقدر ديرها هي تحط التليفون بعيد عليك وتسمع ليا مزيان، لايك وسبسكرايب وفعل الجرس ويا الله بينا. ما غاديش نقول لك هادشي اللي كدير راه حرام بحال كاع الناس. دوك الهضرات اللي كتسمع من نهار عرفتي هاد العاده ولا بديتيها، الا قطعتي هاد العاده فراك انت اللي كتستافد وانت الرابح، والا ما قطعتيهاش فراك انت اللي خاسر. عمرك سولتي راسك علاش كتمارس الجنس مع يديك وكتحاكي واحد المشهد ولا شي تخربيق بحال هكا؟ علاش فاش كتبقى تبني شي عاده ما كتقدرش تستمر فيها وهاد العاده مستمر فيها وبزاف؟ خليني نجاوبك بكل بساطه. كتمارس العاده السريه حيت كتقلب على السعاده. ما غاديش تطيح عليك الفكره ولا تجيك الرغبة وانت في قمة السعادة. كاين في شي حفلة ولا وسط صحابك فرحانين وكتحس بالسعادة معاهم، حيت المكافأة اللي غادي تعطيك هاد العادة السرية راك خديتها. الرغبة كتجيك فاش كتكون في واحد المرحلة ديال الحزن، واللي كيزيد يحفزك كتر هو فاش كتبقى بوحدك ولا كتشوف شي تصويرة ولا فيديو. دابا غادي نعاود نسولك، ملي عرفتي باللي راك كتمارس العادة السرية باش تلقى السعادة، واش بصح كتلقى السعادة اللي كتقلب عليها؟ هنا غادي تقول لي لا. السعادة اللي كتاخد غير سعادة لحظية، ما كتفوتش 10 ديال الثواني. ديك السعادة لحظية بحالها جيت وقلت لك شي خبر اللي زوين وفرحك بزاف، وفي الاخر قلت لك راه غير كنضحك معاك، غادي يقدر يعجبك الحال ويطلع لك هرمون السعادة. ولكن واخا هكاك غادي تقول لي ما تبقاش دير هاد اللعب الخايب، حيت انت ما عندك ما دير بهاد السعادة اللي ما كدومش. انت من نهار خلقيتي كتقلب على السعادة الحقيقية. تخيل معايا كل ما مارستي هاد العادة كتبعد على السعادة الحقيقية لدرجة كتبعد على الأهداف ديالك. هادي مشكلة اللي كتأثر لك على حياتك، ولكن إلا تمهنتي كتلاحظ باللي راك كتضحي بكل أحلامك والأهداف ديالك وحياتك كاملة كتضحي بها مقابل واحد شوية ديال السعادة اللي ما كتوصلش لعشرة ديال الثواني. هادشي راه ما كيسوى والو مقابل ديك السنوات ديال الحزن والكآبة والتوتر اللي كتسبب ليك العادة السرية. راه كدوز 10 ثواني مقابل سنوات من الحزن والأهداف ديالك. هاد الدقائق اللي بقاو نقدر نقول لك بلي راه مهمة بالنسبة لك ولأي واحد مبلي بهاد العادة. فبغيتك تركز معايا باش تفهمني مزيان. نفترضوا بلي راك مبلي بهاد العادة لمدة عام ولا أكثر. ما بغيتش نعطي مثال باللي قل، حيت هادوك مازال ما طلع معاهم القلب واصلا ما غاديش يقلبوا على هاد الفيديو وما غاديش يطلع لهم. نعطيو مثال بالصديق حمزه، وانت غادي دير اسقاط على هادشي كامل اللي غادي نقول على راسك. حمزه عام هو مبلي بهاد العاده، دوك الايامات الاولى كيعجبو الحال ومستمتع بها. قال مع راسو اخيرا لقيت شي حاجه اللي كتعطي السعاده وفابور وبلا مجهود. دوز مده ولا كيحس بالذنب كل ما مارس الجنس مع يديه. من بعد 5 ديال الشهور هنا ولا كيحس بالقلب ولا كيشوف شخصيته ضعيفه وكيشوف راسو ما كيستحق حتى حاجه في هذه الحياه. كيرد راسو ديما الطبقه الضعيفه، كيشوف الناس ناجحه في حياتها وهو ما كيدير والو. من بعد 10 ديال الشهور ولا كيغيب على المدرسه ولا كيحس بالقوه ديالو ضعفت، ما بقاش كيقدر يدير بزاف ديال الحوايج اللي كان كيديرهم بسهوله من قبل. كاع داك الانرجي اللي كان كيحس بها ولا كيضيعها غير ب 10 ديال الثواني. ومن بعد كيولي عزيز عليه الموسيقى ولا داخل في الاكتئاب والحزن وعايش غير هو وراسو، وديما الموسيقى مجهده في ودنيه. وقت ما دوا مع شي حد ما كيفهموش اش يقول. فهاد المرحله بالضبط كيمشي كيقلب على البديل ولا منين يزيد يضبي راسو بهاد السعاده، حتى كيلقى راسو راه دخل لعالم المخدرات. من بعد عام ولا كيقلب على الاسباب الاكتئاب والحزن، حتى كيدخل اليوتيوب وكيلقى اشخاص مشاركين التجارب ديالهم كيقولوا بلي سبب الاكتئاب هو ممارسة العادة السرية. او من هنا ولا كيقلب على العواقب ديالها والاضرار ديالها واش حلال ولا حرام، وهنا كيطيح على هذا الفيديو واللي بدل ليه حياته. كل حرف سمعوا عطى دافع باش يبعد ويقطع هاد العادة في مرة. وهنا غادي نشوفوا شنو استفاد الصديق ديالنا حمزة من اللي خرج من هاد الفيديو وخدا قرار نهائي باش يقطع هاد البلية. غادي نبداو من بعد ساعة. الصديق ديالنا ما غادي يحس بوالو وغادي يدوز واحد اليومين ولا 3 ايام غادي يكون عنده حافز كبير باش يمارس هاد العادة. اي تصويرة ولا اي اشارة غادي تستجب ليه مع الرغبة ديالو، مي هو ما غاديش يديرها، كان مصير باش يقطع. من بعد 4 ايام يقدر يمرض، وخصوصا الا كان شي واحد اللي مبلي بها وكيديرها يوميا. والا ما مرضش يقدر يحس بالعياء وغادي تخربق ليه النعاس ويوصل لمرحلة تبقى تضربو الفيقة بالليل بدون سبب. من بعد 6 ايام غادي تزاد الثقة ديالو في راسو، وبالاضافة غادي يولي ينجذب للجنس الاخر اكثر من الاول. وهنا كدوز سيمانة غادي يشوف الانرجي ديالو صحته
الطاقة العقلية ديالو غادي تكون تزاد بطريقة اللي زوينة، ومن بعد 9 ايام غادي يلاحظ بنسبة التركيز ديالو تزادت، كاع دوك المشتتات مبقاوش كيضيعوا ليه التركيز ديالو، والتفكير ديالو غادي يولي ايجابي اكثر ما هو سلبي، وغادي يلاحظ باللي راه مبقاش كيتقلق على اي حاجة كما كانت. هنا دازت 15 يوم غادي يلاحظ باللي البشرة ديال الوجه ولات مزيانة وحسن من اللي كانت عليه، حيت داك السائل اللي كان كيضيع راه عنده دور كبير في تحسين البشرة ديال الإنسان، بالإضافة لبرودة الأعصاب وردة الفعل ديالو غادي تبدل، وكذلك هرمون الرجولة اللي كيساعد في نمو العضلات. من بعد 18 يوم غادي يجي الإحباط، أي حاجة كان مقبل عليها ولا بغى يديرها ميهادشي راه حاجة عادية، ما كيلاش يبقى فيك الحال لا انت ولا هو. دابا 20 يوم بلا عادة، ما غاديش يبقى يجيه النعاس فين ما حط راسو على المخدة، ما غاديش يقدر ينعس، وغادي يبقى يفكر بزاف، وغادي يبقى يميل للانطوائية ويبغي يريح بوحدو. هنا أخطر حاجة يقدر يديرها ولا ديرها حتى انت هي تبقى بوحدك. نصيحة، حاول ما تبقاش بوحدك وقت الفراغ ديالك، عمرو بأي حاجة غير ما تبقاش بوحدك. من بعد 25 يوم غادي يولي عنده شغف، وغادي يولي يحترم الذات ديالو، حيت هو الشخص الوحيد اللي كان حاضر منين يالله بدا العادة، وعارف منين داز والمشاكل اللي كان كيعاني منها، كيفاش قدر يتغلب عليها بوحده بلا حتى مساند من غير الله. وبالتالي من مور شهر حياته غادي تبدل، الطاقة ديالو تجددات وولات مزيانة، ولا كيفهم راسو وعارف راسو شنو باغي من هاد الحياة. ومن مور شهرين غادي يلقى الإنتاجية ديالو كتزاد، وكيقدر يخدم عقله كامل، وإلا كان كيقرا صفحه في النهار غادي يولي يقرا نص الكتاب في النهار، و الا كان كيتريني غير 30 دقيقه ديال الجري في النهار غادي يقدر يفوتها ويدير ساعه كاع. فاش غادي تفوت شهرين ولا 3 ديال الشهور غادي يبقى يلاحظوا الناس كيفاش تبدل وقيمته غادي تزاد. داكشي اللي زرع في شهور غادي يحصدو دابا، غادي يلاحظ القيمه ديالو ما بين صحابو غادي هو كتكبر. امور 5 ديال الشهور الاهداف والطموحات ديالو غادي يوليو يبانوا ليه، وهنا امور 6 ديال الشهور غادي يوصل للاصل ديالو، وغادي يلقى راسو ولا انسان طبيعي كما كان قبل من العاده الخايبه، وغادي يولي اجتماعي بدرجه اللي كبيره، غادي يبقى يهضر مع كل شيء، فين ما بان ليه شي حد يعاونو غادي يعاونو، قدر يحل مشكل ديال شي حد غادي يحلو. داز عام دابا وهو قاطع العاده السريه، اخيرا ولا كيعيف شي حاجه سميتها العاده السريه ولا اي واحد كيدوي عليها، وبالاضافه ما غاديش يبقى يحمل دوك الناس اللي كيمثلو فيها، وغادي يولي انسان جديد وعندو عادات جديده واللي غادي تفيدو في حياته. ودابا خذ معايا شي نفس عميق، وتفكر شي صاحبك ولا شي حد قريب ليك وصيفط ليه الفيديو باش يفهم حتى هو شنو كاين في هاد العاده، وتقدر دير انت وياه تحدي باش تحاولوا تبعدوا عليها، وهاد التحدي متاكد غادي ينفعكم بزاف. فابداو مرحله ديالكم، وما تنساش خليك ديما واقف على رجليك وتهلاو.